وبركاته. اهلا بيكم في قناه اسرار المطبخ المصري. النهارده ان شاء الله هنعمل كده بقى حاجه تحفه. هنعمل الكعب الغزال، بس مش التقليدي يا جماعه، ده حاجه كده مختلفه عن اللي احنا بنعمله كل مره. هنعمله بمكونات مختلفه شويه وكمان جديده في نفس الوقت، بس في حاجات كده حلوه جدا هتخلي كعب الغزال مختلف جدا معاكي. كعب الغزال بقى بسكوت بالبلح، ايا كان المسمى، بس هو والله العظيم فعلا طعمه تحفه، وكمان الطريقه بتاعته جديده. خليك معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي اتعمل ازاي، وهتغيري الطريقه بتاعتك خالص اللي هي اللي احنا كنا بنستعملها في كعب الغزال، وهتعمل الطريقه دي وهتعجبك جدا على ضمانتي. يلا بينا على طول نبدا الوصفه ونسمي بسم الله ونقول اتعملت ازاي الكعب الغزال بتاعنا. يلا نبدا بسم الله. عندنا المقادير بتاعت البسكوت سهله وبسيطه جدا. دول كيلو الا ربع من الزبده 750 جرام. عندنا كمان نص كوبايه مليانه لبن بودر، اربع بيضات، 200 جرام من السكر البودر، فانيليا عشان البيض، وبيكنج بودر، وعندنا كوباية لبن صغيرة مش كبيرة، وعندنا كمان الدقيق. عندنا هناخد كيلو ونص من الدقيق ده. ضربت انا الزبدة عشان ما تاخدش وقت، يبقى 750 جرام من الزبدة. هنقول المقادير بالراحة واحنا شغالين. عليهم 200 جرام من السكر البودر، كيلو الا ربع زبدة عليهم 200 جرام، يعني كوباية مليانة سكر بودر. هنعملهم كده عشان السكر. ضربنا كويس جدا السكر مع الزبدة. هننزل البيض، اربع بيضات، ونحط عليهم الفانيليا. كله بيض عليها ورق الفانيليا. احلى من كعب الغزال اللي احنا بنعمله التقليدي. ولبن البودر نحط، رشه من الملح، وهنضربهم كويس قبل ما نحط الدقيق بقية الحاجة بتاعتنا. ضربنا البيض واللبن البودر مع السكر والزبدة. هنزل عليهم باللبن، كوباية لبن صغيرة مش كبيرة. وياريت اللبن يا جماعة يكون من التلاجة، ما يكونش سخن عشان ما ينزلش على الزبدة يسيحها. انا جايبة اللبن من التلاجة على طول وحطاه على الزبدة. Thank you.
ضربنا اللبن معاهم مع المكونات، هننزل بقى بكيلو من الدقيق الاول، نلفه مع العجين بتاعنا، وبعد كده ننزل بالنص التاني، ولو احتاجت برضو العجينه نديها لحد ما تلم معانا تبقى كويس. عندنا باكو بيكنج باودر على الاتنين الكيلو ونص او الاتنين كيلو دقيق. هبتدي بس كده الف طبعا المضرب مش هينفع مش هيقدر يقاوم الكميه. نستعمل المضرب الربوني بتاع ايدينا. كده لفي حاولي دخلي الزبده مع الدقيق. هنحط كمية من الدقيق تاني. نص الكيس. وهلف. هو هي هتاخد معايا كيسين اصلا. عشان الدقيق ده مفيهوش عرق. وبعدين بيشرب على طول السوائل. بس حلو جدا في المخبوزات يا جماعة والله العظيم انا مجرباه. حلو قوي. احلى كمان من الدقيق بتاع البسكوت. هو افضل فعلا البسكوت والكلام ده، بس يعني ده يغني عنه. هاخد باقي الكيس الاتنين كيلو. نعمل ايدينا بس كده عشان اعرف امسك الكيس. انا مرضيتش افضي الدقيق في حاجة عشان تعرفي ان يدور كويس. احنا خدنا 2 كيلو دقيق. هنلف بقى كويس قوي. هي كده خلاص مش هتحتاج معانا تاني العجينة زي الفل. هلفها كويس بقى وهدلكها كويس عشان دي هحط فيها عجوة، فلازم تدلك كويس لحد ما يختفي الدقيق وتستريح معانا لمدة مثلا ربع ساعة. بس برضو في التلاجة ما تحطهاش من بره. كل المخبوزات اللي احنا بنعملها بس ما شاء الله العجينة حلوة جدا في ايديا مش هتحتاج تاني. كل المخبوزات حطيها في التلاجة عشان ما الزبدة ما تطردش من العجينه وتعملك مشكله وانت بتقطعي. تمام كده بقى هنلفها كويس ونسيبها ترتاح ونرجع عشان نعمل الحشو بتاعها العجوه. الطعم هيبقى حكايه. كده فردنا العجينه، جبت كوره وفردتها بالمردنه بعد ما طبعا ارتاحت العجينه معانا. هجيب القطاعة بتاعت البيتزا حتى او سكينة او اي حاجة هنساوي الاطراف بتاعتها شيء زيادة. هذا كده وهنقسمها نصين نقيس كده بالعين النص. عندي هنا العجوة يا جماعة اهي. العجوه دي حطيت فيها ايه؟ حطيت فيها زبده وحطيت فيها ريحه الموز زيها زي الملبن اللي احنا حطيناه في الكحك. هتديكي ريحه حلوه جدا. هناخد المقاس بتاع العجينه اللي احنا عملناها دي بالعين كده وهنساوي في النص عشان تطلع معاكي متساويه.
عجنت العجوه بمعلقه كبيره من الزبده، وكمان ريحه الموز هتدي ريحه حلوه جدا معاكي. تمام، والتانيه برضو بنفس المنظر اهو نسويها. ناخدها قدامنا عشان نعرف نقفل. هقفل دي كده اهو عشان تقفل معاكي كويس. نجيب الطرف التاني نلحمه معاها كده. نقفلي كويس عشان ما تفتحش معاكي في الفرن. طعمه عامل زي البسكوت بتاع بره بالظبط بتاع المحلات كده. وهنسوي الشكل بتاعنا كده، والتانية بنفس الوضع بتاعها كده، حتة واحدة على واحدة كده. العجينة حلوة جدا في الإيد. كده قفلتها كويس من تحت وهقلب العجينة. وهساوي العجينة كده من فوق وهحط الاتنين على بعض عشان يبقوا دي أطول من دي، مش مشكلة. كده بعمل ايه عشان تاخدي نفس المقاس عندك؟ ممكن تاخديها بالصوابع كده لو عايزاها كبيرة شوية. عايزاها مثلا صغيرة هتبقى 3 صوابع، يعني عندك الصوابع بتاعتك هي المقاس. ماشي، هناخد 4 صوابع او 3 صوابع. انا هملاها 3 صوابع ماشية على مقدار معين. بصوا بغرز ايدي كده وباخد العلامة في اخر الصباع وهنزل كده. انا كده علمت اهو 3 صوابع وهاخد العلامة على الاثنين. تمام، ودي 3 صوابع اهو، حتة الزيادة دي مش مشكلة. تمام، وهنزل القطاعة بتاعتي على الاثنين. القطاعة دي احلى من السكينة في الموضوع بتاع التقطيع. بصوا من جوه عاملة ازاي اهو من جميع النواحي. وهحطها في الصينية، صينية مش مدهونة اي حاجة لان طبعا هي فيها الزبدة بتاعتها. بصوا الحشو بتاعها العجوة هعمل كل المقدار بنفس الطريقة. بصوا وهنرجع بقى عشان ندهنهم مع بعض من فوق. بصوا اهي البسكوتة بتاعتنا احلى بكتير من كعب الغزال اللي احنا بنعمله كل مرة بالطريقة التقليدية. جربيها، عاملة زي البسكوتة اللي انت بتجيبيها من بره بالظبط. هنكمل بقى بقية الكمية وبعد كده هدهنهم من فوق بأصفر بيض وبعد كده نرجع عشان نشوفهم. دي الكمية بتاعتنا بس كده موسع عشان نحط التنين برضو ما تلزقيش قوي. هو في بودر مش خميرة، مش هيخمر يعني، فما تخافيش ان هو يمسك في بعضه. في بيكنج بودر بس فمش هيعلق زيادة عن اللزوم. هكمل بقية الكمية طبعا بتاعتنا وهندهنها من فوق بأصفر بيض بس او أصفر بيض ولبن حسب
ما انت عايزه، وهندخلهم الفرن على درجه حراره 200 زي اي بسكوت، وبعد كده هنرجع نشوفهم مع بعض. وده كان معانا البسكوت بالعجوه او كعب الغزال ايا كان المسمى، بس هو تحفه 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 والله العظيم، جميل جدا، احلى من الكعب الغزال التقليدي اللي احنا بنعمله. احنا طول عمرنا بنعمله بالسمنه. جربيه بالزبده، طعمه حكايه ودايب دوب، يعني حاجه كده جميله جدا. يا رب يكون نال اعجابكم البسكوت بالعجوه بتاعنا او كعب الغزال، واستنوني فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله، واترككم في رعايه الله. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.